مرحبا بكم. موعد جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العربية. السلسلة اللي باش تعاود رجعنا مرة أخرى لمصر. مصر اللي باش تعرف قضية توا من سنوات لليوم المصارى متأكدين أن ما نعرفوش حقيقة اللي صار فيها. هو في مصر كما في تونس فما نوع من القضايا، فما قضايا حتى في تونس عنا منهم كما قضية رحمة الشهيرة، قضايا الناس تتصور إما بالصحيح ولا بالغلط راهو أنه اللي تم التوصل ليه في القضية ماهوش صحيح، وأنه فما حاجات صايرة باش ناس يتم حمايتها من العقاب وتتلبس القضية الناس أخرى. داير نحب نعرف رأيك في هذا الموضوع. هل أنت من الناس اللي تتصور أنه صحيح فما قضايا تتلبس الناس لحماية ناس وإلا لا؟ أما فيما يتعلق بقضيتنا بالنسبة لليوم نعطيك تفاصيلها ومن بعد نستنى أنك تعطيني رأيك في الموضوع. لكن قبل كالعادة كان ما زلت ما اشتركتش معنا ما تبخلش علينا بالاشتراك في قناة المحقق وأنك تتقاسم هذه الحلقة مع أحبابك وأصحابك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وتشغل الجرس اللي يخبرك بكل جديد في المحقق. ويلا كانك حاضر انطلقوا في حكايتنا لليلة. حكايتنا بالنسبة لليلة تنطلق من مصر وتحديدا من مدينة الشيخ زايد. اللي مشى لمصر ولا ليسمع بهذه المدينة يعرف أن مدينة الشيخ زايد هي من المدن الراقية، الأحياء الراقية اللي موجودة في العاصمة المصرية القاهرة. التليفون مش يجي يحكي على شقة موجودة تحديدا في حي النداء أو إقامة النداء، إقامة هي زادة معروفة بشققها الفخمة الراقية. تليفون يجي للشرطة يحكي على وجود جريمة في واحدة من هذه الشقق. مباشرة الشرطة تتحول على عين المكان وتكتشف مشهد مريع. الشرطة باش تلقى شقة فيها زوز جثث، زوز جثث متاع زوز شابات في العشرينات من عمرهم، زوز طالبات. نبدالك بالشابة هذه، نحكيو على نادين جمال عمرها 23 سنة. نادين اللي باش تلقاها ميتة وقت اللي توصل الشرطة، ميتة بعديد الطعنات، 7 طعنات في مختلف أجزاء بدنها، طعنات عنيفة فيها نوع من الغل تنرجع ليهم بعد. ثم باش تلقاو أنه فما تقريبا عملية ذبح في كرومتها. ثم زاد كيف كيف باش تلقى وأنه فما محاولة متاع قطع لسانها. جرائم من نوع هذا، وهذه نقطة مهمة تنرجع ليهم بعد، تبين وأنه المجرم ينجم يكون عنده أو كانت عنده علاقة بالضحية. يعني فما نوع من الغل متاع واحد كأنه يحاسب في واحد على حاجة معينة. أما فيما يتعلق بالشابة الثانية فهي سيدة هيفي، نحكيه على طالبة هي زادة، هبة إبراهيم العقاد. هبة باش تتلقى متوجهت لها عديد الطعنات، تقريبا 11 طعنة، لكن الطعنات
خف بياسر من الطعنات اللي توجهوا لصديقتها. داير هبة ما زالت تتنفس وقت اللي وصلت الشرطة مباشرة باش يحاولوا يسعفوها ينقلوها يجريوا بها للمستشفى أملا في إنجادها. ما عادش تتكلم ولكنها تتنفس، ولكن في الطريق باش تتوفى. وبالتالي وليوا عنا زوز ضحايا، زوز موتة في جريمة قتل مروحة. أول ما بش يتم اكتشاف هوية هالبنية الثانية، هذه القضية بش تاخو أبعاد أخرى، لأنه هيبة إبراهيم العقاد هي بنت السيدة هذه. شوف معايا. بعد التشريح وهما بيغسلوها، بعد ما خلصوا الغسل بس الصورة ما قدرش انساها طول عمري، كان زي القمر. السيدة اللي كنت تشوف فيها هي الفنانة المغربية ليلى غفران، فنانة اشتهرت بالأخص في مصر في الثمانينات بعد ما هربت تقريبا من المغرب نحو فرنسا هروبا من عائلتها. اشتخدم في فرنسا في النزل في الكباريات في المطاعم في الغناء اشتخدم، ثم صوتها بش يعجب برشا عدد من الملحنين المصارة اللي بتوجهها لمصر بش تعرف نجاح كبير تقريبا في الثمانينات. نجاح الفني أو العملي معكسش ياسر نجاحها العائلي، بما أنها ليلى غفران بش تتزوج 5 مرات وبش تجيب بنتها من زوجها الأول إبراهيم العقاد. هذا دونك بنتها هي بنت إبراهيم العقاد زوجها الأولاني. العلاقة بين الأم وبنتها بش يكون فيها بعض التوتر تنرجع نحكي لك عليه من بعد، اللي بش يخلي الصحافة تخلق يعني روايات وقصص شيء كبير على القضية متاع البنية اللي توفيت. والشرطة تنطلق إذن في عمليات البحث متاعها بش تفهم شنو اللي صار، مع العلم وأنه ملف فيه كثير من الأخطاء الإجرائية متاع الشرطة تنرجع لها. أول ما بش تبدأ ساعة الشرطة بش تبدأ بالسيد اللي اتصل بهم بش تجيبه. السيد اللي اتصل بالشرطة 5 متاع الصباح هو السيد هذا، نحكيه على علي عصام الدين. أشكون سيادتك سي علي عصام الدين؟ أنت شنية كنت تعمل في مسرح الجريمة دار دارك مثلا؟ لا. أنت صديقهم مثلا؟ لا. مالا شنو كنت تعمل غادي؟ عصام الدين أنه باش يقدم روحه أنه هو الزوج العرفي متاع هيبة. هو وهيبة معرسين تو من أكثر من عام، زواج عرفي دارهم هو ما في بالوش، أما أم هيبة ليلى غفران في بالها. أقنعتها بنتها على أساس أنه باش تزوج عرفي تو خاطرها طالبة، في انتظار تكمل تتخرج باش يعملوا عرس رسمي بصداق وكذا إلى آخر ذلك. من الأول ليلى غفران باش تحط الشك في هذا الزوج، باش تستغرب تقول كيفاش بنتي تتصل به هو وقت اللي هي متعاركة معاه وتقريبا منفصلين وما تتصلش بيا انا. ثم باش تقول وينو التليفون متاعها اللي اتصلت بيه؟ كيفاش هي طلبته في التليفون ومن بعد تليفونها ما لقيناهش؟ باش نلقاوه بعيد على الدار من بعد وقت اللي بقى يبحثوا عليه الامنيين. وتوجه بالتالي اصابع الاتهام الراجل بنتها أنه هو اللي نجم يكون اقتل بنتها وصاحبتها. الشرطة بحثت معاه كما بحثت مع صديق المرة هذه النادين الضحية الأخرى،
كيما بحثت مع صديقة أخرى متعودة أنها تجي للدار متاع نادين، لأنه الشرطة باش تعلم القاضي أنه نادين هذه الحقيقة عندها مشيات وجيات برشا وبرشا سهريات في الليل، وكل مرة جايينها مجموعة من الأصحاب، بالتالي اللي حضروا في هكا الليلة باش يتم البحث معاهم ثم إخلاء سبيلهم. ترهيت نشوفوا شنو باش تلقى الشرطة في مسرح الجريمة. باش يلقاو آلة حادة، آلة حادة ربما تكون أداة الجريمة، فيها أثار دم باش يبعثوها للتحليل، لكن فما برشا حاجات أخرى مختفية كما قلت لك، التليفون، السكينة، لأنه واحدة باينة مضروبة بآلة حادة وواحدة بسكينة، السكينة ما تلقاتش، باش تتلقاها من بعد تقريبا على بعد كيلومتر من الدار، وفيها الدم متاع هيبة. وهنا باش تبدأ الأخطاء البوليسية ومعاها الشكوك متاع المتابعين، لأنه القضية كان يتابعوا فيها المصارى بشكل كبير. من الأخطاء اللي باش تصير أنه الشرطة ماهيش باش تقوم برفع البصمات كما ينبغي في الدار، الشيء اللي باش يخلي برشا يبدأوا يشكوا، كيفاش يعني هذي المعطى، يعني فما أدلة مشيت كيك على روحها خاطر ما ترفعتش منها البصمات، ما فماش بصمات في كذا دليل موجود في مسرح الجريمة، لم يطوق مسرح الجريمة كما ينبغي. ثم الآلة الحادة هذه اللي قالوا لقاوها في الدار، من تقرير الاختبار اللوجستي اللي باش يتعمل على هالآلة باش يتقال أنه راهي الأقرب أنها لا تكون أداة الجريمة، خاطر فيها دم صحيح ولكنه كأنه دم محطوط حطان على هذه الأداة، ما هيش هذه الوسيلة اللي تضربت بها الضحية الأولى. لك رغم ذلك فأنه باش يتم اعتمادها كعنصر أساسي في هذه الجريمة، ومن هنا باش يبدأ يتقال أنه الشرطة اتفركس على واحد باش تتهمه وانتهى الموضوع. جابوا أداة حادة، حطوا عليها الدم، حطوها في مسرح الجريمة، وشنو بقى؟ نطلعوا بصمات شكون موجود عليها وتو نلقاو المجرم. كبش فداء من الاخر، امبو كيميسير باش يتحط، اما علاش؟ زعما فما فعلا كبير، فما شكون يحب يحميه؟ شنو اللي صار بالضبط للبنات في هالدار؟ شكون هكبش الفداء زعما اللي باش تتحط في راسه هذه الجريمة، وهو عملها زعما ولا ما عملهاش؟ هذا اللي نشوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.